لعن الله الشيعة الرافضة الذين اقتبسوا ديانتهم من الديانة البابلية والسومرية، وهم يلعنون المسلمون أو المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتلكم الله أينما حللتم وأينما جاء بكم هؤلاء الإيرانيين لكي تكونوا ذراعهم الأيمن في تكفير المسلمين، فلعنكم الله وقاتلكم الله يا أمة يا أئمة الكفر. هؤلاء قناتكم التي تعتقدون فيها أنها عقائد، بل هي فساد العقائد، عليكم من الله اللعنة وتستحقون. وكل ما لعنتم الشيخين فإن درجاتهم عند الله تعلو وتزيد، بل إن عذابكم في النار سوف يطول، وعليكم اللعنة والسخط إلى يوم القيامة. شيخنا ذلك تعليق. شنو هذا؟ طيب هو لعله شاف إعلان التشيع، إعلان تشيع الأخ عبد الله من السودان أو عبد الرحمن من عبد العزيز من السودان. وين مستشفى المجانين؟ والدعاء على طول. المقطع لعنكم الله يقاتلكم الله ما من الديانة السومرية والبابلية، تشيع ديانة سومرية وبابلية. والله شوف سخافات، ما أدري وين عايش هذا. والله يعني مع الأسف، مع الأسف أن يكون من يعني يتحمس للبدعة البكرية يظهر بهذا الشكل على الملايين، يبعث مقطع بهذا الشكل. هذا مخجل لك أنت، مخجل لي يعني أهل مذهبك. ما أتصور حتى أهل مذهبك ممكن يقبلون بهكذا شيء، يقولون فشلتنا. يعني شنو، ما الذي جئت به؟ جاي بس سب ولعن وقاتل وسومرية وبابلية وما أدري كذا، بس حضارة الفينيقية خلي يطلع، والماء الفرعونية خلي يطلعن كلهن. إحنا خلاصة كل هذه يعني الحضارة، والإيرانيين وجاءوا بكم وما أدري كذا، كلام تافه سخيف، خطابي كل سب، وياريتهم خطاب شيء يعني يسوى، لا روح علمية فيه لا كذا، أخلاق زفت. وما نتعجب صراحة، يعني ليش؟ لأنك ما تربيت في حياض التشيع وفي أجواء نور أهل البيت الطاهرين عليهم السلام. أنت تربيت مع الأسف في ظلمة أبي بكر وعمر وعائشة، فلذلك تخرج بهذا النموذج. اللي يتربى في أجواء أبي بكر وعمر وعائشة وأمة الكفر الحقيقيين هؤلاء وأمة النفاق، إما يطلع إرهابي إما يطلع مجنون بهالطريق، غير هذا ماكو. لأنه إذا شوية بس يتحطر شوية، يكون متعقل شوية، يشغل عقله شوية، يبحث في القرآن الحكيم ويتدبر فيه شوية، يبحث في الحديث النبوي الشريف ويتدبر فيه شوية، يقرأ في التاريخ ويحاول يفهم كيف نشأ عندنا إسلامان متغايران، إسلام التشيع وأهل البيت عليهم السلام، وإسلام السقيفة وبني أمية وبني العباس ومن أشبه. كل من شوية يحاول يقرأ ويعرف خلفيات هذه الأمور لا يمكن أن يقنع بهذه النسخة المزيفة المهودة من الإسلام، فيترك ذلك يعني المنهج وذلك المذهب الآية للسقوط، ويأتي إلى موالاة أهل البيت عليهم السلام واتباعهم والعمل بتعاليمهم وفقههم، ويبرأ إلى الله تعالى من أعدائهم. إذا كانت عندك شحنات يعني مشحون داخليا تريد تفريغها، مو من الصواب أنك تأتي وتفرغها بهذه الطريقة على قناة ربما ملايين يشاهدوك بهذه الطريقة، ما جئت بطائل. يعني هذا يسيء إليك أكثر مما يسيء إلينا. إحنا بالنسبة لنا كان فاصل فكاهي مو أكثر. شيخنا ومن شجاعتنا أن نظهر هذا ونخرجه، ما عندنا مانع، خل يظهرون أي شيء، بالنتيجة نكتشف النماذج الموجودة. يعني قاتلكم الله أيها الخسران خامنئي.